السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومفيد لكل واحد معاه من 50 إلى 100 ألف جنيه مصري وعاوز يشتري عربية مستعملة طبعا، 4 سلندر تكون أوتوماتيك وفيها تكييف. الفيديو عشان مدته كبيرة اضطريت إن أنا أقسمه لفيديوهات صغيرة مدتها ما تعديش ال10 دقايق علشان الناس بتزهق من الفيديوهات الطويلة. سلسلة الفيديوهات مترتبة حسب السعر من الأقل إلى الأعلى، والسعر طبعا بيبدأ من 50 ألف ينتهي في 100 ألف جنيه. هلم فيها كل انواع السيارات الموجوده في السوق المصري اللي بينطبق عليها شرط السعر والاوتوماتيك والتكييف والمحرك الاربعه سلندر. هنشوف عربيات كتير جدا، منها المناسب ومنها الغير مناسب. كل عربيه هنتكلم عن مواصفاتها وعن سعرها، تاريخ تسجيل الفيديو، وعن مميزاتها وعيوبها ورايي الشخصي في العربيه. وفي اخر فيديو هقول الخلاصه او الزتونه زي ما بيقولوا، وهي العربيات اللي فعلا تستاهل سعرها ويمكن الاعتماد عليها ومشاكلها قليلة. لو عجبك الفيديو حاسس اني اضفت لك معلومة، ولو صغيرة ممكن تدوس لايك وشير للفيديو، يمكن حد يستفيد منه، وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تجيلك كل الفيديوهات الجديدة. نبدأ على بركة الله. الجزء الثاني ومعانا سوزوكي سويفت موديل 95، سعرها يتراوح ما بين 40 الى 50 الف جنيه حسب الحالة. العربية ممتازة، عيوبها بتتلخص في ان العفشة بتحتاج صيانة ومتابعة دورية، وكفاية طبعا ان ليوناردو دي كابريو عمل اعلان عن سوزوكي، يعني طبعا هنشتري واحنا مطمنين. المهم العربية بتعوم على السرعات العالية، بس طبعا ده مش ذنب العربية، لكن كل ما في الامر ان العربية دايما بيركب لها كاوتشات اكبر من المقاس المظبوط. يعني دايما بلاحظ ان بيركب لها مقاس 175 × 70 او 155 × 80 وحاجات زي كده، مع ان الكاوتش الاصلي بتاعها 13 × 155 × 70، وده طبعا بيأثر على ثبات العربية لان العربية بتعلى عن الارض، وكمان بيأثر على قراية العداد. بدل ما تكون ماشي على 100 في العدادات بيكون في الواقع ماشي على 110. البرومة بتمسك في السيارة وفي السقف لان السقف غير معالج ضد الصدأ. الصاج خفيف جدا وضعيف. لحد موديل 94 كانت العربية بتنزل ياباني بتكييف وعداد RPM، طبعا بعد 94 الكلام ده كله مش موجود. الموتور ممتاز وصيانته سهلة، قطع غيارها رخيصة، سعر إعادة البيع ممتاز. العربية ناعمة جدا، والدركسيون رغم انه مش باور بس خفيف جدا. الوسع الداخلي للصالون ممتاز على الرغم انه من بره يبان صغير. العربية اقتصادية في البنزين جدا، الصفيحة ممكن تعدي 350 كيلومتر على الطرق السريعة، وبتاخد بنزين 80 من غير اي مشاكل. قطع غيار متوفرة وسعرها معقول وبتعيش. كفاية طبعا انها ياباني، وتكييفها تكييف محترم جدا، موتورها قوي رغم انه 1000 سي سي، اي ميكانيكي يقدر يصلحها لو عطلت. تاني عربية معانا هوندا سيفيك موديل 88، سعرها بيتراوح ما بين 40 الى 50 الف جنيه حسب حالتها. الهوندا عموما عربيات معمرة جدا ومتميزة عن باقي الياباني كله. قطع غيارها غالية شوية بس تشتريها وتنساها، وهي عربية محترمة كأداء، لكن مشكلتها طبعا ان ليها وضع خاص شوية، يعني محلات معينة هي اللي محتكرة قطع الغيار، بس معظم قطع الغيار متوفرة ما بين جديد ياباني وتايواني وما بين استيراد. ولو عاوز تحافظ عليها يبقى لازم توديها لميكانيكي متخصص هوندا وفاهم فيها، عشان ده ممكن يوفر عليك مصنعيات كتير وقطع غيار كتير جدا. عموما الهوندا ما تشتريهاش لو كانت متهانة، لان قطع غيارها غالية مقارنة بالياباني في نفس السنوات، يعني بنسبة لا تقل عن من 30 ل 40% زيادة. علاوة على ذلك انك من الصعب جدا ترجعها فابريكا زي ما انت متخيل. المهم انك تشتري الهوندا نمرة واحد وتعمل لها صيانة صح، هتريحك وهتحس انها احسن عربية في الكون. الموتور نادرا ما يحدث به اعطال، وده اكبر دليل على مدى جودة الصناعة والخامات المستخدمة. وكمان الصالون والكهرباء كلهم اعطالهم نادرة بالرغم من قدم عمر السيارة، وده اللي بيميز الهوندا عن غيرها. عموما فتسات الاوتوماتيك بتاعة الثمانينات في الهوندا بتستهلك جزء كبير جدا من عزم الموتور، وخاصة اذا كانت العربية مكيفة هتحس انها بتستهلك بنزين كتير، والعربية متكتفة مع التكييف على طول غير موديلات التسعينات خالص، وده لان فتسات الثمانينات بتعتمد على ضغط الزيت، اما فتسات التسعينات فهي كهرباء وفيها وحدة تحكم الكترونية. للأسف الفتيس بتاع العربية دي بيكون 3 سرعات اوتوماتيك، اسمه هوندا ماتيك. وعلى فكرة اعطال الفتيسات الاوتوماتيك بتاعة الثمانينات مش كتير زي ما الناس متخيلة. المهم عند الشراء فصص العربية كويس، جرب الفتيس، شوف بيجيب كل الغيارات ولا لأ، وشوف نعومة الغيارات، قوة السحب. وان كنت انصح بالفتيس المانويل في موديلات الثمانينات الياباني بالذات. العربية تعتبر اقتصادية الى حد ما في البنزين من غير تكييف وناعمة في المشي. موتور ال 1300 ده ضعيف على العربية،
بس في منها كتير بمواتير 1500 سي سي، والمستخدمين بيشكروا في النوع ده جدا. واطي على الارض يعني تنسى موضوع انك تركب خمسة ورا وتحط شنطهم والكلام ده كله، هي اخرها اتنين قدام واحد في الكنبة او اتنين بالكتير ورا، وهتلاقيها وطيت جامد منك وهتحك في 99% من المطبات. صالونها ضيق نسبيا. العربية اللي بعد كده وفي نفس رينج السعر هي الميتسوبيشي جالانت موديل حتى 1990، دي سعرها يتراوح برضو من 40 الى 50 الف جنيه حسب الحالة. بتنتمي ميتسوبيشي جالانت لفئة السيارات المتوسطة الحجم، بتمتد مسيرتها الناجحة إلى أكثر من 35 سنة. الجيل الخامس اللي بنتكلم عليه النهاردة ده هو اللي هو من 1984 إلى 1990. في منها مزود بمحرك 6 اسطوانات سعة 3 لتر، اللي بنتكلم عليها النهاردة دي 4 اسطوانات سعة 2 لتر. اللي موجودة حاليا في مصر هتلاقيها خليجي او استيراد، قليلة جدا وقطع غيارها تكاد تكون مش موجودة، ولو لقيتها هتكون غالية جدا. دي انا اتكلمت عنها بس لانها في نطاق السعر والمواصفات اللي بنختار على اساسها، لكن لا انصح بشرائها باي سعر لانها انقرضت هي وقطع غيارها. ومعنا طبعا بطلة السباقات العربية المعجزة سكودا فليشيا حتى موديل 1997، دي سعرها بيتراوح ما بين 40 الى 50 الف جنيه حسب الحالة. هي عربية محيرة شوية، فهتلاقي ناس بتقول فيها شعر وهتلاقي ناس تانية بتحذرك من شراها وبيلعنوا اليوم اللي قرروا فيه انهم يشتروها. ويمكن التناقض ده بيرجع الى كمية المزايا الكتير اللي في العربية وكمية العيوب الخطيرة اللي موجودة فيها. فطبعا نبدأ علشان ما نحبطكوش بمميزات السيارة. مميزات سكودا فليشيا الموديلات من 95 ل 97، طبعا العربية اوروبية وبالتحديد شيكية الصنع، وده في حد ذاته ميزة لان مفيش عربية اوروبية في الفئة السعرية دي. صاجها قوي وده مطلوب جدا في مصر، استهلاكها للوقود جيد جدا بالنسبه لوزنها الثقيل، ثباتها عالي، اسعار قطع غيارها معقوله ومتوفره، وفي منها الصيني والالماني والمصري. زي العربيات الاوروبيه قطع غيارها معمره جدا، عفشه قويه ومناسبه للطرق المصريه الوعره. المساحه الداخليه كبيره، مش هتلاقي مساحه زي دي في اي عربيه هاتشباك في حدود السعر ده. سير الكاتينه مصنوع من الحديد وبالتالي معمر جدا، رغم انه بيتسبب طبعا في خشونه بسيطه في صوت المحرك. مما سبق نجد ان السياره دي اعتماديه جدا، موفره في استهلاك الوقود، قطع غيارها معمره، فيها ثبات واتزان نادر، بالاضافه لعفشه قويه وصاج قوي. العربيه مناسبه للطرق المصريه والمستهلك المصري. الله، طب وبعد ده كله ليه الناس بتكرهها؟ يبقى احنا لازم بقى نخش نتكلم عن عيوب السياره سكودا فليشيا. السياره اوروبيه الصنع والتصميم، اي انها غير مصممه للعمل في الاجواء الحاره، ولذلك بترتفع حرارتها بشكل ملحوظ خاصه في فصل الصيف طبعا، مما يسبب خطوره على المحرك وخاصه وش السلندر. بتعتبر المشكلة دي هي الوحيدة في الفليشيا اللي بتخلي ناس كتير جدا يحذروك من شرائها، رغم ان علاجها بسيط، بيتمثل في تركيب مروحة 6 ريشة وتغيير الرادياتير الاتنين ماسورة بتاعها للرادياتير نحاس 3 ماسورة. وبعض الناس بيغيروا كمان السيرموستات ويجيبوا واحد تاني اقل، عشان بدل ما تشتغل مثلا المروحة على 100 درجة مئوية لا نشغلها على 70 درجة. وعكس العربيات الكوري كلها والياباني زي معظم الاوروبي، بتعتبر السكودا فليشيا بطيئة نسبيا في التسارع، يعني ان المحرك كسلان شويه، لكن مع استعمال بنزين 92 التسارع بيتحسن. ارتفاع فليشيا عن الارض قليل نوعا ما، عشان كده لازم تحذر عند تخطي المطبات العاليه. العربيه خشنه بالنسبه للكوري والياباني، كما انها غير مجهزه بباور ستيرنج. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الفيديو مفيد، واشوفكم على خير ان شاء الله في باقي الاجزاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى المشاركه والاشتراك بالقناه ليصلك كل جديد.